محمد شريف كلمة السر وكلمة الاجتهاد في آخر ماتشين. نتابع ترند يلا كورة لأول مباراة للنادي الأهلي في الدوري قدام مصر المقاصة، ورغم أن محمد شريف ما جابش فيها أهداف ولكن كان كل تركيزي على محمد شريف، وقلت ساعتها أول مرة أحس أن النادي الأهلي عنده رأس حربة رقم 9 مخيف للمنافسين بالشكل اللي انا شفت عليه محمد شريف في ماتش مصر المقاصه اللي هو ما هدفش فيه. يعني بنتكلم ماتش مصر المقاصه محمد شريف ما جابش فيه اهداف، ولكن بنتكلم النهارده تالق وابداع من محمد شريف وجايب هدفين من 3 اهداف جابهم النادي الاهلي للمباراه الثانيه على التوالي. النهارده بيكسب غزل المحله 3-0 عشان الفريق يصل للنقطه السادسه وينفرد بصداره الدوري بفارق اهداف طبعا عن سيراميكا وعن نادي اسوان. محمد شريف بيواصل التالق بتاعه ليه؟ لان اداؤه مختلف. ستايل محمد شريف اسمعوا مني هو دلوقتي، ستايل محمد شريف كمهاجم رقم 9 ما شفناهوش في الكرة المصرية من سنين طويلة. مش المهاجم المحطة، خلاص هنبطل الكلمة دي. الكلمة دي مع محمد شريف هنبطلها، مفيش حاجة. محمد شريف ليس مهاجم رأس حربة محطة، مش محطة. الراجل ده واحد من أفضل رؤوس الحربة اللي تعتمد عليهم في عمل إزعاج كبير لأي منافس ممكن تلعبه أيا كانت إمكانياته الدفاعية، لأن محمد شريف يمتلك أهم ميزة أي مدير فني يحب يشوفها في رأس حرب رقم 9 عنده، وهي السرعة. السرعة نضيف على كده إن كمان محمد شريف كفينشر، فينشر بيركز. يعني محمد شريف ربما هو من نوعية أزارو، من نوعية أزارو اللي يفرقوا عن أزارو إنه بيجي قدام المرمى بيركز بيخلص الكورة عشان دي شغلانته، إنما أزارو كان بيحط لمسة لمؤاخذة اللعيب الحورتجي، اللعيب الشوارعي اللي عايز يعمل اللقطة، اللي عايز يحط الكورة بستايل معين. ده اللي كان بيخلي أزارو يغلط كتير، وكان بيخلي عنده مشاكل مع الجمهور لو الفرصة اللي بتصنح ليه فرصة خطيرة أو ملهاش تعويض. وعشان كده محمد شريف النهاردة في وجهة نظري المباراة التانية على التوالي بيخطف الأضواء. الحمد لله كنا إحنا أول ناس في ترند يلا كورة تفضلت أنا قلت أن محمد شريف هو مكسب النادي الأهلي الأساسي قبل الثلاث نقط اللي كسبهم النادي الأهلي قدام المقصة، لأن محمد شريف فعلا الثلاث نقط ممكن تجيبها في أي ماتش. ده كان محمد شريف هذا النوعية من المهاجمين إنك تكسبها أو ده عندك مهاجم بالشكل ده صعب مش سهل. النهاردة نادي الأهلي مش هقول مباراة كانت سهلة، يعني الشوط الاول طبعا نادي غزل المحله كابتن خالد عيد طبعا بتمنى له الشفاء، وطبعا موسيمين بتمنى له الشفاء، الاثنين غابوا بسبب اصابتهم بكورونا. لكن نادي غزل المحله كابتن خالد عيد طبعا فاهم الجهاز الفني المساعد له، يا جماعه خلينا واضحين احنا ما عندناش امكانيات فرديه زي النادي الاهلي، وبالتالي هنلعب بليبرو، هنلعب بخمس مدافعين في الخلف 5-4-1 وهنقفل العمق. مفيش لعيب يهاجم او يضغط النادي الاهلي من نص الملعب، كله يا باشا يهاجم يقابل من هنا عند خط النص. الكرة مع النادي الاهلي في نص ملعبه اوعى حد يجرؤ او يفكر انه ينزل. ليه؟ احنا لا نملك الطاقة البدنية وما عندناش الجهد اللي يخلينا نعمل الفول بريس او الفول بريشر على النادي الاهلي في نص ملعبه، نعمل ضغط عالي. ما نقدرش نعمل الكلام ده، احنا هنقف في ملعبنا ونستناهم يجولنا ونحاول نقفل المساحات والفراغات اللي عندنا على اكبر وقت ممكن نقدر عليه، وربنا يكرمنا ويسهل ونقدر ممكن نخرج بنقطة التعادل. على الجانب التاني موسيماني طبعا رغم غيابه كمل بنفس الطريقة بتاعته الا 4-2-3-1، حافظ اهم حاجة حافظ على محمد شريف كرأس حربة وكهربا حطه كليفت وينج، وحط جيرالدو الرايت وينج الجناح الايمن
وبس الاختلاف طبعا الاصابه الاضطراريه اللي جت لعمرو السوليه في الاحماءات نزلت حمدي فتحي مكانه جنب اليو ديانج. النادي الاهلي طبعا سهل جدا 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 وانت بتلاعب فريق ما بيضغطش عليك بطول الملعب، فبالتالي بدر بانون كان اللي الراجل اللي كان بيتضغط لما بيستلم الكوره من محمد الشناوي داخل منطقه 18 بقى بيطلع بالكوره لغايه هنا. كل لعيبه النادي الاهلي متقدمه، اسهل حاجه طبعا في انك بتلاعب منافس ما بتضغطش، فبدر بانون هو اللي بيبني الهجمه. طبعا احنا شرحنا كتير الحته دي، بدر بانون هو باسير جيد جدا وبيستلم الكوره وعنده فيجن وعنده رؤيه وعنده كمان السرو لوب بيعمله حلو قوي والكره الطوليه بيعملها حلو قوي وكمان الكره على الارض بيعملها بشكل مميز، فانت مش محتاج انك تنزل له البلاي ميكر، خلاص سيب الباشا يطلع بالكره زي ما هو عايز ومفيش قد مشكله، والفول باكس عندك طايرين وبتهاجم غزل المحله ب 8 لعيبه. الشوط الاول ربما تشوف ان الاهلي ما قدرش يحرز اهداف، ولكن الاهلي كان حلو، الفرقه بتعمل محاولات على المرمى كتير، رايح ب كم لاعبين كتير قوي، فانت حاسس وانت بتتفرج ان الاهلي مساله الهدف جاي جاي. برضو الكلمه دي انا قلتها في ماتش المقص، ليه؟ فريق مرعب، الفريق قدام مخيف فعلا بوجود محمد شريف، فرقه مرعبه، وكانت بدايه الهجمات الوانس اللي اتعمل في الاول محمد شريف بيقول لنا ما تستناش مني بس كمان اهداف، لا خد مني اسيستات. انت الاهلي بيعمل 1 3 مع موسيماني رهيبه رهيبه، الكره اتلعبت ال 1 3 اللي اتلعب عشان كهربا ينفرد بالمرمى ما بين الاثنين المساكين كانت جميله جدا، وكهربا لو كان جاب الهدف ده كان هيبقى من احلى اهداف كهربا مع النادي الاهلي، هو بصراحه حطها بطريقه حلوه ما اقدرش الومه، بس طبعا اكيد هيلام من الجماهير على حته ان انت منفرد بالمرمى هتحتاج جهد، ماليش دعوه تحطها في الضيقه تحطها في البعيده انت حر، لكن الهجمه نفسها حلوه واللمسه بتاعت محمد شريف في قسم 6 تسلل كانت رائعه، اسيست لو كان جه طبعا الهدف كان هيبقى هدف جميل. طيب تاني النادي الاهلي فضل مكمل بالضغط بتاعه، النادي غزل المحله طبعا كان كل بيقدر يعمله ان هو بيطلع بالهجمات المرتده، ولكن تاني النادي الاهلي في الشوط الاول ربما بعض الناس تقول النادي الاهلي وحش، النادي الاهلي بيضيع كرات كتير، اه بيضيع لكن بيوصل بيعمل محاولات على المرمى، الهجوم شرس، حتى جيرالدو طبعا كان عنده فرصه سانحه جدا في احد الكرات العرضيه اتلعبت من علي معلول، طبعا علي معلول كان واخد الجبهه الشمال، طبعا فرق فروقات فنيه شاسعه ما بينه وما بين لعيبه غزل المحله، قدر يخلي المنطقه دي بتاعته تماما بتاعته لوحده، عمل كام كره عرضيه كان منها برده كره لجيرالدو بس ما قدرش يحولها براسه داخل المرمى، لكن بخلاف الفرص اللي ضاعت النادي الاهلي قدر يهدد مرمى غزل المحله بشكل كبير جدا. الشوط الثاني لما اجي اتكلم على هدف محمد شريف طبعا شفناه كان هدف سيء، كره لعب الطوليه والجون بتاع غازي المحله البشبيشي خرج في توقيت خاطئ ومحمد شريف قدر يرقصه ويعدي منه، الدوران بتاع محمد شريف هو اللي لازم نشيد بيه، دوران رائع ازاي لف بوسته عشان يسدد الكوره من فوق المدافع اللي كان بيحاول يروح عشان يحمي المرمى، دي مهاره فرديه رائعه وتمركز رائع من محمد شريف يحسسك بالولد ازاي حاسس بالمركز وازاي عامل قلق، في قلق بيعمله، في قلق وفي ازعاج عامله للمدافعين، وقدر ان هو يفتح التسجيل بالهدف الرائع، وطبعا حتى الجول الثاني كان بتاعه لما عمل طبعا الضربه الراسيه اللي كهربا كملها ومحمد شريف جاب الهدف الثالث. طب اتكلمنا الحاجات الحلوه، اتكلمنا على الجاتو والتورت وكل حاجة، تعالوا بقى اقول لكم عيب عيب عند وسط ملعب النادي الاهلي وحصلت من كهربا كجناح وحصلت من قفشة وحصلت اعتقد من حمدي فتحي. محمد شريف وركزوا معايا في الحتة اللي انا هشرحها دي قوي وهتشوفوها كتير. في الشوط الثاني غزل نادي غزل المحله تخلى عن فكره الخماسي الدفاعي في اوقات كتير انه كان بيحاول يهاجم بقى بعد ال 2-0 عشان يرجع في النتيجه. في كرات كتيره محمد شريف اتواجد فيها في المنطقه دي، النادي الاهلي عامل هجمه وده عدد اللاعبين او ده المنظر في نص الملعب، محمد شريف ركزوا معايا اهو ده المهاجم الصريع تمام كده، واحده من النقط الجميله الوهميه الرائعه اللي بيعملها محمد شريف انه بيتواجد ما بين الاثنين دول وباصص على لاينز مان عشان ما يكسرش التسلل، حلو كده؟ جميل. بيعمل ايه محمد شريف؟ محمد شريف بيقف بجنبه بمعنى نفترض انا محمد شريف ومرمى الفريق المنافس ورايا، فانا دايما واقف كده، انا دايما واقف بكتفي بجنبي، ليه بقى؟ عشان دايما ابص على زميلي
وفي نفس الوقت انا مسستم نفسي مع اللاين بتاع المدافعين عشان ما اكسرش التسلل. جميل كده؟ تمام. انا هنا عشان انفرد بالمرمى لازم الكوره تتحط لي هنا اهو، ما بين الاثنين المساكين دول، وتتحط قدامي عشان اقدر استحوذ عليها وانطلق او اعمل الفيرست تايم شوت، اشوط على طول. للاسف الكوره دي اتكررت في الشوط الاول اعتقد مرتين، وفي الشوط الثاني حوالي 3 مرات. ولا مره حد من لاعبي النادي الاهلي كان معاه كوره ومنطلق بوشه ادى لمحمد شريف الكوره في الحته دي، ولا مره. ومحمد شريف كل شويه عمال يقول هات الكوره، باص الكوره. ليه؟ نوانس انك اديت لمحمد شريف كوره في الحته دي، خلاص شكرا، هو راح انفراد. واذا كمان هو بقى تعملق وثبت الكوره برجل وراح شايط بالتانية وجابها جول، هنا احنا وصلنا للكمال، هنا وصلنا بقى لنقطه يعني خطيره. ايه ده؟ ما بتحصلش. بس للاسف ولا مره حصلت من لعيبه النادي الاهلي في وسط الملعب ان حد جاله الفكر انه يدي محمد شريف الكوره كده، مع ان مساحه التمرير كانت تسمح ان كانت تتلعب. وممكن تبص طبعا تراجع ملخص المباراه اذا حد ركز في اللعبه دي ويشوفها. فدي كانت اكتر عيب من وسط ملعب النادي الاهلي في المباراه، الكره دي. الكره دي لو كانت اتلعبت لمحمد شريف كان خرج اكيد كان خرج هاتريك النهارده على اقل تقدير. واذا وصلنا لاكثر دي كان ممكن يطلع طبعا سوبر هاتريك بكم الفرص كانت ممكن تتاح له لو الكوره خدها في المساحه اللي انا اتكلمت عليها وراح بيها انفراد للمرمى. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي قدم مباراه جميله في الشوط الثاني. طبعا الشكل الحلو ده المخرج بتاعه محمد شريف. ليه؟ لان عندك لعيب مديك الحلول والمساعدات انك تعمل لي او ان انا بفتح لك المساحات ومخلي لك دفاع الفريق واقف قلقان. فظيع محمد شريف حتى في ضغطه على المرمى لما بيكون الحارس معاك كوره، سريع، لعيب سريع جدا جدا جدا. لو انت ما خدتش قرار ممكن تفاجئ محمد شريف كلاعب سريع وقف قدامك وخطف منك الكوره، فانت محتاج مضطر انك تتخلص من الكوره في اسرع وقت ممكن. وبالتالي النادي الاهلي بيستمر في البناء بتاعه بشكل جيد للمباراه الثانيه على التوالي. التهديف 3 اهداف في المباراه معدل جيد جدا. المكسب برضو بيستمر محمد شريف زي ما قلت، وما زال لسه قدامه كتير، ومحتاج انه يتدرب ومحتاج انه يقوي نفسه في الجيم عشان يبقى قوي ويبقى قادر على المواجهات الثنائيه. وطبعا مهم جدا جدا على الجهاز الفني للنادي الاهلي انه ياخد باله من اللعبه اللي انا كنت بتكلم عليها، لانها طبعا اكيد في مباريات هتبقى اصعب من كده بكتير، هيبقى النادي الاهلي المحاولات اللي بتسنح له اقل بكتير من اللي سنحت له قدام المحله قدام المقصه، فبالتالي ضياعها اكيد هيفرق مع الفريق. ده كان تحليل مباراه النادي الاهلي نادي غزل المحله. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط. هارد لك نادي غزل المحله، عمل 45 دقيقه اولى مميزه على قد امكانيات الفريق الفنيه والبدنيه. وطبعا الشوط الثاني كان صعب جدا هو يستمر قدام الضغط والهجوم الفظيع للنادي الاهلي، صعب جدا جدا تصبر قدام الهجوم ده اكتر من 60 دقيقه. وان شاء الله بالتوفيق ليهم اكيد في المباريات الجايه. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سليم.